مستمرين معكم مشاهدينا الكرام ودائما مع موضوع حلقتنا حول العلاقات الكويتية العمانية. هذه العلاقات التي شهدت تطورا مطردا وتعزيزا للصلة التاريخية القديمة وتعاونا مشتركا في القضايا الإقليمية والعالمية، وتوجت ذلك كله بالزيارات المتبادلة التي كانت تقوم بين قيادات البلدين الشقيقين. نعم، ولا شك أن هذه العلاقات سوف تزداد رسوخا مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها اليوم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في زيارة دولة. طبعا وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي نجم الشمري. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد. صباح الخير نورة، يا هلا فيكم. حياك الله. كنا في بداية موضوعنا راح يكون إن شاء الله عن هذه العلاقات الكويتية العمانية وتطورها على مر السنين، يعني منذ القدم وإحنا نشهد في مثل هذه العلاقات يعني في الكويتية العمانية. صحيح. في شتى المجالات بالأخص المجال الاقتصادي. صحيح، يعني هنالك تشابه بين الكويتيين والعمانيين خاصة فيما يتعلق في ركوب البحر، فكان الأسطول الكويتي وسبقه الأسطول العماني، فحتما هنالك مشتركات كثيرة، هي عرب مسلمين، أخوة، جغرافيا، دول مجلس التعاون، تنمية العمانيين ساهموا في دولة الكويت، يعني منذ القدم وهم يأتون إلى الكويت، وكذلك الكويتيون يجدون في مسقط عمان قبلة لهم، يعني قبلة سياحية، قبلة أهل، أواصر مشتركة. فتأكيد المؤكد تثبيت الثابت فيما يتعلق بالعلاقات الخليجية لربما قد يكون أصعب من الحديث عنها، لأنها هي ثابتة وراسخة و أخوة كاملة. يعني ما حصل في الآونة الأخيرة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد هذه السنوات من النمو الاقتصادي، حصل هنالك تأطير لهذه العلاقة من خلال الاتفاقيات، وهذا التأطير وقعت الكويت يعني خلال 30 أو 35 سنة الفائتة حوالي 27 اتفاقية، وكلها تصب لصالح وخدمة البلدين. ولعل زيارة الدولة التي سيقوم فيها صاحب السمو أمير البلاد اليوم وسيفتتح غدا، سيشارك في افتتاح مصفات الدقم، وهي من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، وتكاد تكون حتى على مستوى العالم كونها تنتج أكثر من 230 ألف برميل نفط يوميا، وهذا الانتاج سيتحول الى منتجات نفطيه. وطبعا هذا المشروع نموذجي، يعني لم يكن مسبوقا ولم اعهد انه يكون مسبوقا حتى في نطاقنا الخليجي او العربي، ولكن هذا يعكس الثقة المتبادلة ما بين الدولتين، يعكس الطموح المشترك في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، بل تجاوزناها إلى التكامل. نحن نمتلك النفط وهم يمتلكون الموقع والجغرافيا. صحيح. وهنالك شراكة فيما رأس المال، والأفق الرحب في تطوير العلاقات الاقتصادية التكاملية بين دولة الكويت وسلطنة عمان العزيزة علينا واقع الحال. أكيد. وإحنا ودنا يعني نتطرق بوجودك اكيد معنا استاذ نجم ل يعني المحور الرئيس في هذا الموضوع، وهو كيف تشكل زياره سمو الامير الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له لسلطنه عمان الشقيقه لبنه جديده في صرح العلاقات الكويتيه العمانيه التاريخيه والوطيده. طبعا هذه الزياره الاولى بعد تولي صاحب السمو امير البلاد مسند الاماره، وسبقها زياره خلال الاسبوع الفائت الى المملكة العربية السعودية، وحتما ستكون هنالك زيارات لاحقة لدول شقيقة أكثر. هذه الزيارة طبعا، وحتى السلطان هيثم قام بزيارة الكويت مرتين خلال يعني الثلاث سنوات منذ توليه الحكم، زارها في تأبين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الراحل، وكذلك يعني أهم تعزية في الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
فيعني هذا التعاطي مع هذه المناسبات وهذه الزيارات هي تعكس روح خليجية واحدة، تعكس روح مشتركة، تعكس يعني لا يوجد أصعب مثل ما قلت لك من تأكيد المؤكد فيما يتعلق بوصف العلاقات الخليجية الخليجية. وعليه فهذه الزيارة أتت لترسيخ هذه القيم وترسيخ هذه المفاهيم ما بين دولة الكويت وسلطنة عمان. نعم هناك يمكن الأمور كثيرة في مجالات عديدة، هناك ما يميز هذه العلاقات الكويتية العمانية، فكيف تسهم الزيارات الرسمية بين البلدين في تطوير تلك العلاقات في هذه الجوانب، منها جوانب الاقتصادية الثقافية والعديد من المجالات اللي قاعدين نشاهدها في هذا الموضوع؟ يعني حتما هي في ظاهرها زيارة دولة بروتوكولية بعد تولي صاحب السمو أمير البلاد مسعود العمارة، ولكن عمق هذه الزيارة هي حتما ستعزز موضوع اتفاقيات مستقبلية، ستعزز المكانة الخليجية العالمية، ستعزز في إيجاد فرص اقتصادية، فرص استثمارية ما بين الدولتين، سيتم خلالها استكشاف العديد من القضايا التي تهم الدولتين وتعزز مكانة دول مجلس التعاون. وكذلك على المستوى الثنائي هنالك اتفاقيات مشتركة ما بين دول مجلس التعاون الست، وهنالك اتفاقيات ثنائية. هذه الزيارات حتما ستعزز المكانة، وهي تذهب بروح الأخوة الخليجية، بروح الأخوة الكويتية العمانية. العمانيين ليسوا يعني بعيدين عنا كثيرا، نحن نستذكرهم حينما كانوا يتواجدون يعني هنا بالكويت بكثرة خلال العقود السابقة. وعليه حتما يعني يتم من خلال هذه الزيارة استكشاف العديد من القضايا، ويعني والباب مفتوح لكل الدولتين لطرح ما يشتهون من اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو تعزيز أواصر الصداقة أو تعزيز المكانة التكاملية في إطار التأطير السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، خاصة وأن المنطقة العربية والمحيط الجغرافي يواجه تحديات حقيقية ويواجه يعني أزمات تدور حول المنطقة، أزمات عاصفة يعني في 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 هذا الواقع تحتاج لمزيد من هذا التواصل الذي قد يخفف هذا النوع من الاحتقان وقد يجد فرص لمعالجة عدد مهم من الملفات الحساسة في المنطقة ومحاولة تجنيب المنطقة القضايا الكبرى والانجراف إلى توتير، إلى المزيد من توتير منطقتنا. يعني هذه المنطقة تعج وتضج في يعني المشاكل المحيطة فيها، ولكن هذه المنطقة نعم هي منطقة الخليجية مستقرة ومعززة بمكانة اقتصادية معينة، ولكن بنفس الوقت قلقة هذه المنطقة، تعاني من قلق شديد لما يدور حولها، وهذا مهم في إطار هذه الزيارة. نعم احنا ودنا نتطرق لي يعني من خلال رؤيتك اكيد وقراءتك التحليلية للآفاق اللي الجديدة اللي ممكن تفتحها مثل هذه الزيارات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان، ممكن تكون في آفاق جديدة من خلال قراءتك التحليلية. ويعني احنا نذكر مثل ما حضرتك ذكرت توا ان الامير هذه ثاني محطة منذ توليه مقاليد الحكم، كانت الاولى المملكة العربية السعودية والان هي سلطنة عمان، يعني لها اكيد دلالات وافاق جديدة ودنا نتطرق لها. طبعا حتما يعني اليوم انا اشاهد تلفزيون الكويت وشفت تقرير عن مصفات الدقم بهذا المشروع ميجا بروجكت، هذا مشروع كبير جدا، وهذا يعني يفعل علاقة حتى التوظيف في هذه الدول الخليجية من خلال هذه المشاريع المشتركة. وقبل قليل صرح يعني احد مسؤولين في مؤسسة البترول عن وجود كويتيين يعملون في عمان بهذه المصفاة. نحن لدينا وفرة مالية
الأخوة العمانيين لديهم جغرافيا مهمة، الكويت بحاجة لها، هذه الاستثمارات بحاجة لها. يعني على فكرة حاليا توجد وفرة مالية في الاستثمارات، ولكن المشكلة في البحث عن فرص استثمارية. يعني فما بالك إذا كانت هذه الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون، تمنحنا أكثر أمانا، تمنحنا أكثر تكاملا، تمنحنا أكثر تقاربا. بل أنا أراها بأن هذا النوع من الاقتصاديات والتكامل الاقتصادي في بين الدول الخليجية هو ضرورة حتمية وواجب خليجي تجاه الدول الشقيقة الأخرى، لما تتمتع به من مصداقية وثقة وتأكيد على النهج الدبلوماسي والنهج السياسي الذي المغطى بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. فلا يوجد دليل أكبر مما سيقوم صاحب سمو الولايات بالمشاركة بافتتاح غدا مع السلطان هيثم في عمان، وهو مشروع الدقم النفطي. نعم، وماذا عن موضوع اختيار سموه أمير البلاد اللي طبعا زيارة سلطنة عمان، هذه الزيارة الثانية وزيارة دولة الثانية لسموه في سلطنة عمان وبالتأكيد بعد المملكة العربية السعودية، كيف تقرؤون فيه؟ طبعا دول الخليج يعني كلها واحدة وكلها غطاء واحد، لكن بعد يعني التراتبية الزمنية هذه عادة ما تكون لظروفها، وهنالك يعني بعض الإشارات. يعني سلطنة عمان كبقية دول الخليج من أوائل الدول التي هرعت لتحرير الكويت عام 1991، وشاركت بقوات رحم الله السلطان قابوس، يعني كان موقفه حازم حاد تجاه القضية هذه وغير قابل للمساومات منذ الساعات الأولى، وكذلك قام يعني بقية دول مجلس التعاون في هذا السياق. وأستذكر الزيارة التي قام بها المغفر له الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه بعد تحرير الكويت بشهور إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت عمان أحد يعني هذه الدول، وعلى أثرها بعدها بشهور قليلة قام السلطان قابوس بزيارة دولة الكويت. حتى يعني السلطان هيثم قام بزيارة الكويت مرتين خلال الفترات السابقة. نعم هو أتى لتقديم واجب العزاء، لكن هذا بحد ذاته يعني يعكس رسائل مهمة جدا بالنسبة لنا وعزيزة جدا بالنسبة لنا، وفيها يعني كثير من الود، يعني خاصة أن احنا كلنا من الخليج، وأكيد دول الخليج دائما بينهم تربطهم علاقة يعني علاقة ممتدة وعميقة وفيها كثير من الأصالة. ودي نتكلم عن التناغم المستمر بين العلاقات الكويتية والعمانية خاصة في الشأن السياسي لو نتطرق لمعك. طبعا هنالك يعني مواقف دول مجلس التعاون الخليجية هي مواقف وحدة وموحدة، وليس أدل من ذلك حينما قام ممثل سلطنة عمان في مجلس الأمن الدولي نيابة عن دول مجلس التعاون بإلقاء البيان المشترك تجاه موقف دول الخليج متكاملة من أحداث غزة وما يجري من طغيان صهيوني على 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 غزة. هذا يعكس حقيقة دول مجلس التعاون أمام المجتمع الدولي. هناك قضايا سياسية أخرى يتم التنسيق فيها ما بين دول مجلس التعاون ومنها سلطنة عمان، يتم التنسيق من خلالها فيما يتعلق في العلاقات الثنائية أو المواقف التي تتخذ أو حتى الاستشارة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة عمان. عمان تمتلك إرث كبير في العمل السياسي والدبلوماسي. عمان يعني دولة استطاع السلطان قابوس النهوض بها بسرعة فائقة وفق الإمكانيات الاقتصادية التي في حينها، وهي تعتبر يعني من أكثر الدول تقدما في النظم الإدارية والمنظومة الاقتصادية والجامعات. هذا جانب. هنالك جوانب أخرى لا يتم الإعلان عنها أو التعاطي معها في يعني عبر وسائل الإعلام أو تسليط الضوء عليها، قد يكون لأهميتها وقد تكون لحساسيتها. يتم تبادل وجهات النظر العمانية الكويتية، ونحن يعني نستذكر الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه كان يعني من أفضل الجهات له هي سلطنة عمان حينما يريد يعني كمشاورات أخوية أو حتى زيارة، كان يستمتع جدا في سلطنة عمان ويذهب إليها كثيرا.
هذا يعني أحد المؤشرات على أهمية سلطنة عمان بالنسبة لدولة الكويت، ويتفوق هذا اللي ما وصفته أنا بكثير. بالفعل يمكن من خلال أيضا المجالات اللي متعددة بيننا وبين سلطنة عمان الشقيقة، هناك الشأن الاقتصادي في هذا الجانب، وتحديدا مصفات الدغم اللي سيتم افتتاحها غدا إن شاء الله. نعم. سيكون هناك تعاون كبير وظيفي. نعم. بين طبعا الشعبين، يمكن الشباب الكويتي وأيضا الشباب العماني. نعم. سيكون في هذا الجانب من ناحية تشغيل هذه. صحيح. المصفات. صحيح. كيف يساهم هذا الموضوع في الرؤية الاقتصادية في هذا الجانب بين البلدين؟ طبعا يعني هذا يعني مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي هذا أضحى ضرورة وتأطيرها في هذا الجانب الرسمي، ما هو إلا تأكيد على المؤكد. التبادل، حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وسلطنة عمان يفوق 300 مليون دولار سنويا، هنالك تبادل تجاري، يعني أنا ذكرت بأن هناك تبادل تجاري ما بين دولتين يفوق 300 مليون دولار سنويا، وهنالك مشاريع قيد الدراسة أتصور بأنها ستلحق بمثل هذا المشروع. أكيد. وسنراها قريبا من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات هنالك اتفاقيات اقتصادية، اتفاقيات بيئية، اتفاقيات 27 اتفاقية تتعلق في التعليم، تتعلق في البيئة، تبادل خبرات، بل حتى التدريب الدبلوماسي ما بين دولة الكويت وسلطنة عمان. وهذا يعني أنا لا أقول يعزز، بل هو يؤكد المؤكد فيما تذهب إليه هذه الاتفاقيات وعلاقات الدولتين. بالفعل كنا احنا من خلال هذا الكلام ومن خلال هذه المحاور نشكر حضورك معنا اليوم في برنامج العالم هذا الصباح في هذا الجانب بين العلاقات الكويتية العمانية. شكرا سامح، شكرا نورة، يا هلا فيكم. شكرا.